زمان دكتور الاسنان كان يعني كان بحاجه تخوف، من فكره ان الواحد يروح لدكتور الاسنان كان بيبقى خايف جدا من الاجهزه اللي بتقعد تنخور في الاسنان ما ويحس عادش. بالوجع. الدكتور بيقول لي ما عادش، لكن دلوقتي ما لسه هو بقول في حاجات كتير جدا حديثه دخلت خلت الموضوع فعلا ما بقاش مؤلم زي الاول، والحكايه بقت اسهل. منها الليزر، اكيد مش كلها بس منها الليزر، ده يمكن اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده، لكن مش دوره بس انه ما يحسسش المريض بالالم، لا ده هو له يمكن وظائف كتير جدا ليها علاقه بالاسنان هنعرفها حالا من دكتور حاتم عطا الجندي استشاري جراحه الفم والاسنان. اهلا يا دكتور. صباح الخير يا فندم، بس ما تنكرش ان منور زمان بنورك يا دكتور، اللي والله انه الناس ربنا فعلا كانت يخليك. بتخاف من دكتور اه السنين. طبعا دي كانت فوبيا، ده علم، ده كتاب، الناس مش بتخاف، ده في ناس بتترعب، ده ممكن الناس يجي لهم انافلاكتيك شوك من عيادات الاسنان، انما هذا الكلام قد انتهى تماما. النهارده في صيحه في عالم طب الاسنان، يمكن ثوره فعلا، العلم تطور بصوره مذهله، الا وهو الليزر. الليزر في طب الاسنان احدث صيحه وثوره جامده جدا 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 في العيادات التي تمتلك اجهزه الليزر. الليزر يعالج ويعقم ويخفف الالم ويجمل الابتسامه. اذا جهاز الليزر داخل العياده ده شيء خارق للعقل البشري، فعلا شيء جميل جدا، ثورة كبيرة في طب الأسنان. مميزات الليزر ده شيء جميل جدا، إن هو بينلس، هو ما فيش ألم. لا يسبب ألم، قد لا يحتاج إلى تخدير، ممكن يحتاج إلى تخدير بسيط جدا موضعي. شوفي، يعقم ويعالج ويخفف الألم ويجمل الابتسامة، دول أربع كلمات هندخل واحدة تحتوي فيهم جهاز الليزر. الليزر، هندخل فيهم واحدة واحدة بالتفصيل، تعال لكن علشان زميلتي العزيزة شيرين كانت موصياني أسأل سؤالين لأن اتفضل. مهتمة هي موضوع الأسنان، الأسنان الحساسة. يعالج الأسنان لأنه الحساسة، في ناس كيفية الليزر؟ بالليزر. الليزر من فوائده إن هو يعالج الأسنان الحساسة. يعني إيه يعالج الأسنان الحساسة؟ إحنا عندنا بعض الأسنان قد تتأثر من السائع والسخن، وخاصة حول عنق السنة. انت عارف حضرتك عنق السنة اللي هو الفاصل ما بين الجدر والكراون او الجدر والتاج، في عنق، العنق ده بيبقى فيه منطقة حساسة قوي اللي هي بداية الجذور. لو انا عالجتها بالليزر بالظبط في غضون ثواني يفصل الالم تماما، وهي قاعدة على الدنتال تشير على كرسي الاسنان يختفي الألم عقب الجلسة في ثانية، ثانية. لأنه الليزر بيساعد على أنه بيغطي الأقنية العاجية بتاعت السنة اللي حوالين العنق. إيه هي الأقنية العاجية دي؟ هو الجزء الحساس اللي هي نهايات الأعصاب، ده شيء غير مرئي، يعني حضرتك مش هتقدر تشوفيه، إنما مجرد أن هي تاخد جلسة ليزر في هذه المنطقة انتهى الألم، انتهى الموضوع. انتهى الألم تماما. أنا ممكن أعمل عملية بجهاز الليزر بدون دم، بدون بنج، بدون مشرط. سبحان شيء الله فعلا جميل، التطور. التطور جميل جدا. واصل في ناس كتيرة هو بيبيض برضو الاسنان على فكرة، وبيجمل الاسنان بصورة كبيرة يعني درجات زي التبييض المتعارف عليه ولا، بيديك وهل بقى له نفس الهوليود سمايل، الآثار؟ هو لأنه احنا ملوش اثار، اصل التجميل التبييض بالطريقة قد التقليدية يصيب الاسنان ببعض ببعض الحساسية. الحساسية بالظبط. هو بيعالج الحساسيه، فهو مش هيعمل، خلي بال حضرتك، اصل التبييض زمان وما زال بعض مواد العيادات، معينة كيميائية بتتحط على السنة. وكانوا بينشطوها بضوء احمر او او ازرق، ويبدا الضوء ده باطوال موجيه معينه يساعد على تنشيط الماده المحطوطه اللي هو الهيدروجين بروكسيد، وتبدأ تتفاعل وتطلع المادة الداكنة من السنة وتفتحها. دي قد تصيب الأسنان ببعض الحساسية، يعني بعد ما يعمل ساقع وسخن وهواء وكده قد تسبب ألم. الليزر ده جهاز بيصدر حزم ضوئية أو حزم من الطاقة الضوئية ذات اللون الواحد، قوية جدا، هي بتعالج الحساسيه، فهي مع التبييض مش تعمل حساسيه. ممكن اختار درجه التبييض اللي عايزها بجهاز الليزر،
يعني اختار ايوه الدرجة اللي انا لدرجة عايزها الابيض، عشان تتناسب مع لون البشرة ولون البشرة ولون العين العين ولون الشعر بالظبط وكده، بالظبط. فممكن ابيض بمزاجي غير تمام التبييض السابق دكتور. يعني. طب هسألك عن التكلفة في الآخر، يعني طبعا مش هنعرف كام بالظبط، بس هنعرف الفرق ما بينها عدتش فعلا، ما عدتش مزعجة فعلا. يعني فعلا، ما خلينا عدتش نخلي السؤال مزعجة. عشان هو، بص اقول لحضرتك، من اكتر الحاجات اللي بقت تخلي الناس تحجم عن زيارة دكتور الاسنان وتأجله يعني زمان كان الخوف، دلوقتي بقى التكلفة. يعني يقول لك انا عايز اروح دكتور الاسنان بس مش معايا فلوس دلوقتي، لانه بقى في صورة ذهنية انه دكتور الاسنان مكلف جدا. فالليزر بقى كمان هتبقى زيادة عن التكلفة ولا هو زي الليزر الاول؟ جهاز جديد وجهاز غالي، هو جهاز اها مش رخيص، هو جهاز غالي. كل الاوبشن اللي معاه غالية، بس برضه مقابل الخدمة. العمل او الخدمة اللي بيؤديها يبقى مش غالي. لا هو مش غالي، لا 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 لا، بيوفر مثلا في الوقت ده بيوفر وقت وبيوفر ألم جهد. وبيوفر نزف وبيوفر جهد وبيوفر يعني انا دم. بدل ما اجي لحضرتك مثلا 4 مرات عشان اعمل حاجة، هل لا لا، ممكن ممكن في غضون دقيقة اتنين فالليزر تلاتة هاجي مرة واحدة؟ هاجي مرة واحدة. انا ممكن افضل عليك في اللسة انا وغيري اها وزمايلي من السادة الاساتذة الافاضل، ممكن يفضلوا يعالجوا في اللسة فترات طويلة. اللسة بالذات من الحاجات المزعجة في طريقة علاجها يعني. بالليزر ممكن جلسة. خلي بال حضرتك التناغم العملي او التناغم الوظيفي للآلة، ان انت تقدري تشغلي الليزر مع جهاز تاني مع علم مع فن، هيديكي نتيجة فائقة في غضون ثواني معدودة. يعني ممكن تمام. حضرتك تعملي عملية في اللثة، احنا كنا زمان مثلا اللثة ما تكون فيها جيوب او بؤر صديدية او نزف مع الفرشة او تضخم، ممكن تاخد مننا 3 4 جلسات. انت ممكن حضرتك تعمليها في الليزر في غضون دقيقتين وخلاص كده، والمريض يروح ما يجيش تاني ودقيقتين ودقيقتين، ودقيقتين. يعني خلي بال حضرتك من فوفر 4 مرات زيارة للطبيب برضو بقول لحضرتك ان هو يقعد على الدنتال شير دقيقتين دقيقتين. تمام، يعني مش دقيقتين، جلسة، يعني بتقول لا من 4 جلسات. دقيقتين. وايه نوعية التخدير اللي هياخدها وما مدى الألم اللي ولا حاجة. هيستشعره؟ تقريبا صفر، عشان ما بقاش مبالغ قوي، ممكن يبقى 5% من السابق. تمام فده تقدم مذهل اكيد طبعا. وده شيء بس جميل هو، يعني. بس هو لسه واضح انه الجهاز جديد في مصر، يعني مش من كلام حضرتك انه لسه، مش لسه حضرتك من هو بتستخدمه، بس مش عاملين ناس عليه كتير. دراسات ان هو لحد 2015 يكون منتشر في 25% من العيادات تمام، لحد عشرين بس تلاتين اتعمل عليه دراسات بقى يعني ده وابحاث جهاز ولا آمن 100%. 100%؟ مية في طيب المية. تعال ناخد بقى تفصيله تفصيله يا دكتور. يعني احنا مثلا خبرتنا كناس مش خبراء يعني في مجال الاسنان، انا اقول لك انا اعرف ايه علاج العصب، اعرف التسوس، يشتغل على علاج العصب فانا عايزه الليزر. اعرف حاجه حاجه من الحاجات اللي احنا اتفضل. اللي هي الكومن يعني ما بين الناس بيعملها. بص اقول لحضرتك على حاجة. هو جهاز الليزر فوائده ايه داخل العيادة؟ ولذلك انا دايما اقول اللي يستخدم جهاز الليزر لازم يبقى متخصص وفاهم كويس قوي عمله ايه. متدرب على الجهاز كمان بره لازم اكيد. متدرب واخد كورسات ومذاكر وقاري ومطلع ويطلع اوكي. باستمرار. جهاز الليزر ممكن يعالج جميع امراض اللثه، كل امراض اللثه. لثه بتنزف اوكي هيعالجها، لثه فيها جيوب اوكي هيعالجها، لثه متضخمه اوكي هيعالجها، هيعمل على اطاله تيجان الاسنان. انت عارفه حضرتك في بعض الرجاله وبنات وستات وكل حاجه تحس ان السنه بتاعتهم قصيره شويه. كنت لسه والله هسألك سؤال دلوقتي، لان في ناس لما بتضحك اللي جزء كبير من اللثه بيبقى باين، هل نحت اللثه الضحكه لفوق؟ اللثويه ايوه اللثه لما يعمل بتطلع لفوق. اطاحه، هو يعمل في غضون برضو دقيقه اتنين هيرفع لي اللثه، فالكراون او التاج بتاع السنه يبان هيظهر اطول. كله، فهيبان الشكل جمالي اكتر. انت عارف حضرتك. وبعدين انا ممكن ارسم اللثه، ارسمها. بو خلي بال حضرتك، هو جهاز الليزر ده يعني مش هبقى مبالغ قوي ان انا لو قلت هو عباره عن فرشه بترسمي بيها وبيديكي يعني. هو تجميلي وعلاجي هو يعالج، يعقم ويعالج ويخفف الالم ويجمل. ويجمل الاسنان. طيب دكتور، بالنسبة للتسوس وخصوصا في الأطفال، عشان هم دول بقى إنك تشده كده تقول تعرف لدكتور السنان،
خلي بال حضرتك، انا كنت هقول لحضرتك على حاجتين. هو في عندنا نوعيتين من الليزر، اوكي، او نوعيتين من اجهزه الليزر، في سوفت ليزر وفي هارد ليزر. اوكي. السوفت ليزر ده عارفه حضرتك احنا بنسميه ملمس الحرير الناعم، يعني عباره حاجه جميله قوي ان انت تشتغلي ده بالسوفت بتاع الاطفال ليزر ده. بقى، لا لا، السوفت ليزر ده ملوش علاقه بيشتغل على بالاطفال. الانسجه الرخويه، اوكي، اللثه، اللثه والحاجات اللثه اوكي. واللسان والخد والهارد والشفايف. ليزر، ليزر على الاسنان، الحاجات الصلبه. الهارد ليزر يمكن انا قلت لسه السوفت بتاع الاطفال والهارد بتاع الكبار لا، بقى، الهارد افتكرت ليزر غلط. اللي هو يمكن مش متواجد قوي لان هو يمكن لسه ثمنه مكلف شويه. هو ممكن حضرتك يحضر الحشوه ويحضر تركيبه، وحلاوه الموضوع انت ما تسمعيش الصوت وانت قاعده على هو الكرسي. الصوت ده لوحده انت يعني عارفه الصوت مرعب، ذات نفسه مزعج. مرعب مش مزعج. عارفه تقليل الوقت هاي ده شيء جميل. انت قاعده على كرسي الاسنان مفيش نقطه دم بتنزل، ده شيء رائع. بامانه الليزر كله فوائد. خلينا حضرتك سالتي هل هو بيعالج العصب؟ هو مش بيعالجه، هو انت بتدخليه في علاج العصب. بمعنى ايه؟ واحد بيعالج عصب، وكل مثلا ما بنعالج في مشكله، في الم، ما دام في الم يبقى في بكتيريا او في فيروس او في جراثيم تحت الجذور. فهو من خواص الليزر ان هو بيعقم. بيعقم فانا مطهر. لو دخلت جهاز الليزر ده جوه قناه العصب، على فكره ثواني اللي انا بقوله ده، فخلاص قضى على كل انفكشن ممكن يحصل بعد كده. لانه يعقم، اها، هو يعقم، هو بيعقم ذاتي. عارفه هو الاطوال الموجيه بتاعته والحزم الضوئيه اللي فيها تمام. طاقه ضوئيه دي بتعقم طيب المكان اللي في بتشتغلي فيه. دكتور، بس الاطفال الاول قلنا اي امان ولا ايه امان للاطفال؟ جدا، امان للاطفال ملوش سن، ممكن تشتغل بيه في اي سن. في اي سن؟ طيب في ناس تلاقي عندها عيوب خلقية، سنة اطول من سنة، تلاقي حاجة معوجة، هل هو بيعمل زي النحت للاسنان ده برضو؟ الهارد ليزر بس، ده ده الهارد برضو ليزر، وده لسه مش متواجد قوي. لا لسه ده، بس هو هينزل حالا قريبا، او يعني تقريبا شبه ان هو اتوجد، بس هو يعني اكمنه مكلف شوية، فيمكن الناس لسه بس ايه منتظرة الامور بتاعته ده تهدى. يغني عن التقويم، ويغني يعني بدل ما ناس طبعا مش في حالات معينة لازم التقويم، لكن عارفة حضرتك البروفيشنال او المتخصص اللي فاهم قوي هو لازم يدمج اوكي الليزر مع بعض الادوات التانية يقوم يحصل على افضل النتائج. اوكي انت عارف حضرتك يعني لازم يحصل على افضل نتائج. خلي بال حضرتك مثلا احنا عندنا التانج تايب اللي هو اللسان، عارفة حضرتك ممكن اللسان لسان يبقى مربوط، عارفة الطفل مش عارف مش عارف يتكلم، يتكلم. منطقة اللسان دي منطقة ناسفة، او اللسان من الاعضاء اللي هي ممكن تبقى فيها الشعيرات الدموية كتيرة قوي، فمجرد ما تلمسيها بالمشرط كده تلاقي بحرم من الدماء. انت عارف حضرتك انت ممكن تعمليها بالليزر في غضون ثواني من غير نقطة دم، من غير نقطة دم. انت عارف حضرتك ساعات يجيلك عيان بقه مقفول، ضرس عقل ضغط على عضلة عمل التهاب، بقه اتقفل ما عادش عارف ياكل، لو خد جلستين كده على المفصل الصدغي ده يفكه وقعد على الكرسي. احنا كنا زمان بنقعد ندي علاجات ممكن تستمر معانا اسبوعين وثلاثة على ما يعرف ياكل. الليزر له لا، فوائد انا كبيرة. عارفه ان في يعني مثلا البريسلت مثلا على التقويمات، لا في حالات لازم لازم حاجه تتخلع وحاجه تتوسع ومش عارفه ايه، لكن اقصد في حالات تبقى بسيطه، تلاقي سنتين بس مثلا راكبين على بعض، حاجه اطول من حاجه، فدي ممكن تضطر تقعد سنين او سنه مثلا او شهور تعمل تقويم، في حين انه لو حاجه بسيطه انا بقول كده. خلي بال حضرتك اصل الحالات اللي حضرتك بتتكلم عليها دي ممكن لها كذا طريقة في حالات للعلاج. بسيطة يعني. لها كذا طريقة، وممكن هو قايم من على الدنتال تشيري يكون الموضوع خلص. يعني انت عارفة النهاردة طب الاسنان فعلا في صيحة كبيرة جدا وفي حاجات حلوة. خلينا اقول لك كمان ان الليزر ده بيعالج حاجات من الحاجات المهمة قوي. عارفة حضرتك اللثة المصبغة، ان انت ترفعي مثلا شفايف واحد او واحدة تلاقي عنده صبغة داكنة على اللثة تكاد تكون سودة، يعني عارفة نسبة الميلانين اللي هي الصبغة المسؤولة عن تلوين البشرة بتبقى متركزة في المكان ده بصورة جامدة قوي، وبتبقى مزعجة لبعض الفتيات بالذات، يعني تمام، بتبقى مشكلة. يعني بيصلحها كنا زمان بنقعد نعمل لها بيرنج، عارفة عملية تقشير كده بالمشرط، عملية مزعجة جدا. النهاردة ممكن حضرتك في غضون 10 دقايق بالظبط تنزل بلسة وردية.
طب بالنسبة للأسنان اللي كمان متصبغة، يعني في سنة تبقى لا تكوينها نوعية الصبغة مش ده لون واحد تلاقيه؟ لا سبب الصبغة ونوعية الصبغة وهيبيضها ولا لأ ده حسب السبب. في حد يبقى سنته مش لون واحد تلاقي فيها هل هي نتيجة في تكوين السنة نتيجة اها ان الام خدت ادوية وهي حامل، اه هل نتيجة لان ده الطفل هيبقى ديبند بقى اون سبب الحاجه، سبب السبب حاجات هتنفع السبب وحاجات لا. انما انا هبيض بالليزر ده شيء طيب رائع مين وجميل. اللي مش اللي هنقول له مش هينفع تعمل ليزر؟ يعني في يقول لك ايه لا كله ملوش ده كونترا انديكيشن لحد دلوقتي، ملوش اي موانع ولا مريض كذا ولا مش ولا عارف ايه مريض ولا كذا ولا اي حاجه خالص، ومع ملوش اي موانع، وخاصه بتاع الانسجه الرخوه اللي هو النسيج ال وليس الصلب. اوكي يعني احنا اللي بنك شغال على اللثه وال اللثه ده لكل واللسان الناس. والخد والشفايف. الصلب بقى يعني لا لسه 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 حسب لسه استخدامه. طيب دكتور معلش الليزر يعني مش عايزه اقول لك السلبيات، انت عمال تقول ملوش سلبيات بس نقعد نقول طب الاثار الجانبيه، طب نقول لو جه في حته غلط يعني مش عارف، بصي انا عايزه برضه اطلع له اي كان بينه الاجابات في والسلبيات. احد الزملاء بيسالني بره بيقول لي طيب السلبيات ايه؟ السلبيات ان اللي يكون بيستخدمه مش فاهم له كويس. يعني المشكله مش في الجهاز، المشكله ان يكون الدكتور الجهاز ما مش هيعمل حاجه اوكي غلط الا اذا استخدم بطريقه غلط او الجرعه او الوات بتاعه مزوده شويه او الاطوال الموجيه ما اخترعهاش يعني صح هنا ولو السلبيه برنامج. الدكتور يعني الطبيب المعالج لازم هو لو مش خبره عنده خبره كافيه ودارس كويس قوي وهيعرف يستخدمه يبقى هو ده المشكلة ده المشكله ده المشكلة. مش الليزر. لا مش الليزر، طب الليزر ذات نفسه مش هيعمل مشكلة. والجير يا دكتور الناس اللي بتروح لا تعملها؟ ما انا بقول لحضرتك هو الجير قد يسبب ان اللثة تنزف تتضخم تعمل جيوب تحت لا قصدي عظمية. هو ما يشيلش الجير، هو لكن هو مش هيشيل، لكن انت نشيل الجير. هتشيل الجير وتعالج اللثة وانس هو قاعد. ما هو الجير ده عمل آثار والآثار دي جت في اللثة، جت في جذور الأسنان، كشفت عنق السنة، عملت حساسية في الأسنان. أشيل الجير يبقى أنا بناغم، بعمل تناغم ما بين الليزر وما بين الأدوات التانية، والأدوات تمام التانية في هذه الأحوال مش هتعمل ألم، لأن هو اللي بيعمل ألم إن أنا أعالج لسه، فأنا هعالجها وهو قاعد. وهو إن أنا قاعد. طب ده معناه انه ممكن يبقى له دور فعال في فكره زراعه الاسنان وتركيبات جدا الاسنان جدا عشان جدا الهيلينج بتاع، يعني انت بتقعد ساعات تحط عشان المسمار الهيلينج عشان وتفضل الهيلينج. مستني كتير عشان هو من مميزاته ان هو بيساعد ويقلل وقت التئام الجروح. ايوه يعني عارف اللي حضرتك هو انا انا مثلا عشان حد يعمل زراعه سرقه انا ممكن اقعد استنى شهور على بال ما الجلد يلم على ما عادش بقى دلوقتي لا، في قد ايه بقى؟ لا 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 ده ممكن في غضون اسبوع اتنين تركبي كان الاول الامبلانت. قد ايه؟ لا ده احنا ممكن نقعد في الفك العلوي مثلا ممكن يقعد من 5 ل6 شهور على ما بيحصل التئام ما بين الزرعه والعظم. هو الزرعه هي لها فكرة، يعني الزرعة دي عبارة عن ان هي شيء ما زي المسمار او حاجة بيتركب في عظم الفك بطريقة معينة، هذا سطح هذه الزرعة معالجة بطريقة معينة وعليها مواد معينة ان هي تتفاعل مع عظم الفك، وبعدين يبدأ العظم يترسب عليها تمسك زيها زي الجدر بتاع الاسنان اللي ربنا خلقه، وبعدين اركب عليها افتح اللثة افتح اللثه. ممكن افتحها بقى بالليزر بدل ما افتحها بالمشرط واطلع ادوات واقعد جراحيه استنى قد مزعجه. كده على بال ما تلم تاني لا ده انا هفتحها بالليزر بالليزر وانس وهركب السوبر ستراكشر اللي هي التاج بقى او التركيبه واقفل العلويه ليزر واركب برضو. ضرس باي باي. طيب معلش الليزر برضو يقطع ويلحم. في ناس بقى كان بيحصلها مشاكل بعد ما تعمل زراعه او تعمل تركيب اسنان بعد فتره طويله تقع منها او تتخلع منها، يعني بلاش هو ايه اللي بيتخلع، الزرعه ولا السنه او الزرعه او الدرس؟ في زرعه في العظم، انا الزرعه عامه دي عباره عن ايه، 3 اجزاء. الجزء اللي في زرعه العظم جوه العظم ده اتقفل عليه وانا وجزء سبته خارجي. فتره العظم لم عليه وبقى هو والعظم الجزء اللي يتجزأ خلاص ما فصلوش من بعض، وجزء خارجي سوبر ستراكشر والسنة نفسها والسنس نفسها. انهي فيهم اللي فكت؟ وهل فكت نتيجه اللزق ولا فكت نتيجه المعمل؟ انما ما فيش زرعه بتفك. لا ممكن هو السنه نفسها هي اللي بس تقع وده بقى مشكله برضو الطبيب ما يركبهاش كويس او كده، ولا في ناس تبقى يعني عيوب فردية ناس عيوب او فردية بتتلخلخ مثلا. عيوب فردية
ده سؤال، ده مشكلة الدكتور ولا مشكلة وممكن يبقى مشكلة العيان، العيان مش انا لازم اقصد. الدكتور. ما انا بسأل عشان كده. ولا مفيش، عارفة حضرتك، انا كنت عايز اقول لحضرتك على حاجة، مفيش دكتور يخطأ او هو مش عايز يخطأ، بس عارفة يعني، هو دايما الطبيب عيان يخش انا عايز اريحه، فانا هبذل قصارى جهدي ان انا اريحه، حيث ان هو اخطأ او عمل حاجة مش مظبوطة يبقى خارج عن ارادته، العيان ما ساعدهوش، المادة لا بس في. برضه يا دكتور مش كل الناس بتبقى مركزه كده يعني. مع احترامي طبعا لكل الاطباء، وانا والدي كان طبيب يعني الله ما يرحمه، شاء الله. فاقصد انه في ناس عندها الضمير وانه عايز تعمل كل حاجه مظبوط، وفي ناس لا، زي في اي حته في طبيب العالم في الاسنان اي لو ما مهنه. عندوش ضمير لا يصلح ان يكون طبيبا، وخاصة طبيب اي الاسنان، طبيب على فكره، اي اي طبيب على طبيب، فكرة اي لازم طبيب يبقى لو عنده خد ضمير ضمير قوي، بالظبط لا يصلح ان يكون ولازم طبيبا. يخاف من ربنا قوي، صح ولازم يراعي ضميره في كل حاجة بيعملها، وكل حاجة بيعملها لازم يعملها بدقة متناهية. تمام، دي أرواح ناس يا جماعة. دي أرواح ناس. بشكر حضرتك دكتور ربنا حاتم عطا يخليك. الجندي، استشاري جراحة الفم والأسنان، بتنورنا دايما يا دكتور. ميرسي جدا، أشكرك، شكرا ربنا ليكم يخليك، على شكرا. شكرا ليك وشكرا ليكم على متابعة الفقرات النهاردة. يا رب الحلقة تكون أفادتكم وعجبتكم، ودايما نشوفكم في رمضان على ألف خير. لو عايزين تعرفوا أخبار الموضة شوفوا دانتيل، كل اللي يهمكم